خير يا شكري بيه. هو من ناحية خير فخير قوي قوي إن شاء الله. اقعدي. اوعى هيكون عريس زي المرة اللي فاتت. عريس ايه بقى؟ ما كل شيء انكشف وبان على رأي المثل. وبعدين بقى انت عارف ان انا اخدت الموضوع ده كده بروح رياضية ومعقدتش الدنيا ومتكلمتش معاكي في اي حاجة، خليته يعدي ببساطة كده هو من غير ما عاتبك ولا الومك على انك مكلمتنيش في اي حاجة. وده عارفة بقى كل ده عشان ايه؟ عشان من اول ما اشتغلتي معانا وانا عندي احساس اكيد انك بنت حلال. ميرسي قوي، ده كلام جميل وشهادة انا شخصيا اعتز بيها. شوفي بقى يا ستي، انا طول عمري راجل لا احب اللف ولا الدوران، احب اخش في الموضوع كده دغري بلا مقدمات. وانا تحت امرك. عندي موضوع كده وعايز مساعدتك فيه. لي صديق من الكويت قصدني في موضوع ومهم قوي انك تقفي معايا فيه، وهو انا من ناحيه وانت من ناحيه لغايه محمود بيه ما يوافق على الموضوع ده. يا خبر ابيض، وانا اجي جنب حضرتك ايه؟ ده حضرتك الكل في الكل، يعني كلمتك مسموعه في الشركه، ده غير كده انك حماي، يعني اي حاجه هتطلبها منه هينفذها لك على طول. ايوه ايوه طبعا، ده فعلا فعلا الكلام اللي بتقوليه ده مظبوط، بس اصل الموضوع ده كبير قوي ولازم هو يوافق، وده علشان خاطر صديقي عشمان فيا قوي. طب بعد اذنك اقدر اعرف ايه الموضوع ده؟ ضروري لازم تعرفي، امال هتساعديني ازاي؟ شوفي بقى